دكتور، كنت عايزة أسأل حضرتك لو حضرتك تدي توعية in general يعني عامة على أمراض الأوعية الدموية، أو في أي حاجة في يعني عامة للمرضى. أيوة، أمراض الأوعية الدموية تحتاج توعية زي ما حضرتك بتقولي، ربنا يخليك. لكن كل منطقة في الأوعية الدموية لها التوعية الخاصة بها. مثال لذلك القدم السكري، لازم المريض السكر يتوعى ازاي يخلي باله من القدم، يتقي انه يجيله فيها التهاب او يتعور او يدوس على مسمار. فكل مريض بيتلقى توعيته يا اما عن طريق العيادة اللي بيروحها، لكن بيتوعى في الجزئية دي. لكن في جزئيات تانية في الأوعية محتاجة توعية، مثلا الجلطة، مثلا نقول للحاج وهو رايحك انت راجل كبير هتعمل مجهود زيادة، لابد انك ما تبقاش خالص عندك جفاف، لازم تشرب مية كتير، لا لحسن يجيلك جلطة في الأوردة العميقة. كمان نقول للمرضى بتوع الشرايين لكم نظام معين، يعني قصدي اقول كل منطقة في الأوعية ولها توعية بتبقى يا اما عن طريق المستشفى يا اما عن طريق الطبيب المعالج. كل منطقة لها توعية خاصة بيها، ومناطق الأوعية كتير، الجلطة، قدم السكرية، تمدد الشريان الأورطي زي المؤتمر ده وهكذا. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، وشرفتنا بلقائك النهارده. ميرسي.